هاد العام بالمناسبة كاين ماراطون أول مرة في المغرب كاين كورس فقط ديال الجيمات 3 كيلومتر غادي نبدا نقصو سالي في الجامعة التاريخ ديالو التاريخ ديالو كيف كنت ندير الأمور بلاصة اللي جبدنا فيها داك خدمنا على واحد السيرك توريستيك وكنفكرو بأنه كبير كنناقشو على أساس نفتحو واحد المجال في الحلبة هي ممارسة بعض الرياضات اللي عندها علاقة وهذا اللي كان بالنسبة للمستوى الجهة درنا حاولنا باش المنتوج اللي يتفلت في الحجرات من السفير الأول هو المبدأ علاش بيتو هادشي وحده